كارثة بدأت في الانتشار عالميا في زمن السوشيال ميديا. بنات بيتجوزوا نفسيهم وبيعلنوا الحفل عبر السوشيال ميديا. ده مش عشان الضجة أو الترند أو الكلام الفاضي ده كله، بالعكس ده المسائل فعلا دخلت في الجد. مجرد ظاهرة من ضمن الظواهر اللي بدأت تطرح أو تطرأ على الساحة الدولية خاصة في السنوات الأخيرة، نتاج التقارب غير العادي ما بين الشباب وبعضهم، ونتيجة طبعا استقاء أفكار عابرة للقارات وغريبة جدا بيحاول الشباب في أو الجيل الجديد يعبر عن نفسه من خلالها. النتيجة كارثة عالمية بدأت تجتاح الكثير من دول العالم. خلونا نتوقف عند الظاهرة دي باعتبار ان هي نموذج لتلك الظواهر التي بدأت تطفح على الساحة الدولية. لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. انا احمد عبد الهادي وانت من حقك تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا خرجنا برا الاستوديوهات بتاعتنا في محاولة لتكسير الروتين وتكسير حدة الشكل اللي احنا تعودنا عليه داخل الاستوديوهات بتاعتنا، ونتمنى من الله العلي القدير ان التجربة دي تنجح، لان احنا لازلنا بنجرب فيها، واذا نجحت هنحاول طبعا ان احنا نطور التجربة على المستوى الالكتروني بشكل كبير جدا ان شاء الله خلال الحلقات القليلة القادمة. خبر بسيط جدا انتشر عبر وسائل الإعلام الدولية وانتشر آلاف المرات، ورغم ذلك لم تتوقف عنده أي من الأجهزة المختصة وبالذات على مستوى المنطقة العربية اللي بتعتبر بمثابة مستوردة لظواهر غريبة جدا على الساحة الدولية. خلونا أقرأ الخبر لحضراتكم أولا ثم بعد ذلك نتوقف عند التحليل بتاعته. الخبر بيقول إيه؟ ظاهرة غريبة بتشهدها دولة اليابان. ده دولة اليابان، خلي بال حضراتكم الظواهر دي بدأت تنتشر مش من دولة اليابان فقط ولا غير، ولكن من دول أخرى، وبعض الظواهر دي بدأت تقترب من المنطقة العربية. ظاهرة غريبة تشهدها اليابان ما بين الفتيات بالتزامن مع عزوفهن عن الانخراط في حفلات الزواج التقليدية والشروع في إقامة حفلات زفاف من أنفسهن. يعني البنات بتتجوز نفسيها، تخيلوا. انتوا ما تستغربوش، لان في بعض البنات عشان يركبوا الترند يقول لك البنت بتتجوز كلب. اه والله زي ما بقول لحضراتكم كده، شفنا بعض الفيديوهات بنت ارتدت حفل الزفاف وقامت جايبه كلب وفي قلب نادي وقعدت تتصور وهي قررت تتجوز كلب. هي حره، والله قرار شخصي بقى. طبعا الظواهر ديت الهدف بتاعها الاساسي ركوب الترند، يعني عشان يعملوا ترند، وبالفعل ده حصل. برضو كذلك زي البنت اللي هي الخريجه الجامعيه ديت اللي قعدت ترقص بطريقه مقززه جدا وبطريقه مقرفه جدا، ويقول لك ايه اصل هي حره، ويجي امثال تامر امين وعمرو اديب وشركائهم ويقول لك ايه والله هي حره، والله البنت دي شجاعه. شجاعه مين يا لا مؤاخذه مثلا؟ لا دي ما فيهاش اي نوع من الشجاعه. انت عندك جامعه يبقى ده مكان مقدس، ما فيش حاجه اسمها ان هي ترقص. هي مش موجوده لا مؤاخذه مثلا في كباريه ولا حاجه عشان البنت ترقص بطريقه مقززه، لان الواضح ان البيئه اللي نشات فيها البنت ديت اساسا مقرفه جدا. انا مش عاوز اقول مصطلحات ومش عاوز اتوقف عند الظاهره ديت، وليس أدل على ذلك من أن هي انتقدت الناس اللي انتقدتها بمصطلحات قذرة جدا. يعني معنى ذلك البنت ديت هي دي البيئة بتاعتها كده، وبالتالي مثل هذه الظواهر بتبحث عن الترند. لكن الظاهرة اللي احنا بصدد مناقشتها ظاهرة كارثية. البنات في قلب دولة اليابان بيتجوزوا نفسيهم، واتبعت الممثلة اليابانية مانا ساكورا هذا الاتجاه إذ أقامت حفل زفافها الفردي في مارس 2019. يعني ممثلة يابانية بدأت الظاهرة ديت، يا جماعة أنا مش متجوزة رجالة، أنا هتجوز نفسي إزاي لا مؤاخذة، برضو هي حرة. طبعا ديت من ضمن الظواهر. المشكلة مش في الظاهرة ديت. ليه؟ لأن ممكن مثلا نقول إن دول مرضى، إيه مثلا خدوا صدمات مثلا في مشاعرهم ومحاسسهم على رأي الأفلام المصرية، فهم قرروا يقول لك لا انا اكتفي بنفسي وخلاص، وانا مش ناقصه تصديق دماغي ومش هتجوز. ده دليل على تفاهه الشخصيه ديت، لان الواحده لما تمر بتجربه مثلا او الواحد يمر بتجربه فيتصدم فيها فيوصل لحاله الياس والفلس الخبراتي، يبقى معنى ذلك دي شخصيه ضعيفه. فمن الممكن ان يتم علاج الشخص ده في مرحله من المراحل، لكن المشكله فيما هو مترتب عليها من ظواهر.
اتبعت الممثلة اليابانية مانا ساكورا هذا الاتجاه إذ أقامت حفل زفافها الفردي في مارس 2019 ووضعت الخاتم في إصبعها وتعهدت على نفسها بجرأة وقالت وقالت خلال حفل الزفاف سأحترم حياتي الخاصة في المرض والصحة، سأحب نفسي دائما وسأجعل نفسي سعيدة. نفس الحاجات اللي بيقولوها في الجواز ما بين الرجل والمرأة، ان انا اتعهد بان انا احب نفسي احترم نفسي واخلي نفسي سعيدة. ايه شغل التهريج ده؟ اصطبروا معايا وخليكم معايا لحد نهاية التقرير. واقامت امرأة اخرى تدعى هانوكا حفل زفاف منفرد في احد مطاعم طوكيو ودعت اليه 30 صديق وانفقت ما مجموعه 250 الف ين ياباني يعني بمعادل حوالي 1600 دولار. دي الكارثة بقى، بدأت الظاهرة تتصاعد وتتطور. البنت اتجوزت نفسها فدعت اصدقائها وانفقت على الحفل. واقامت امرأة اخرى طبعا ديت احنا قلناها وقالت قرأت عن حفلات الزفاف المنفردة في مقال لاحد المدونين واعتقدت أنني لا أستطيع القيام بذلك، لا أنا قوية جدا وأقدر أقوم بذلك، وتابعت لكن منذ 3 سنوات بدأت أفعل الأشياء التي جعلتني سعيدة مثل ارتداء الملابس الجميلة والاستمتاع بالطعام اللذيذ مع نفسي والاستحمام بالزهور، وهنا بدأت أفكر في الزواج من نفسي. يعني تخيلوا حضراتكم المسائل وصلت لحد فين؟ ليه مثلا قلة رجالة؟ ده كارثة. المشكله مش في كده، المشكله مش في قله الرجاله، المشكله مش في الخبرات الحياتيه او الشخصيه، المشكله ان الظاهره بتتطور. كانت في البدايه مجرد ممثله قامت بيها بشكل فردي وقعدت وقامت جايبه دبله ولبست نفسها الدبله هنا وقامت ملبسه نفسها في الدبله في الصباع الثاني باعتبار ان هي شخصين، ثم اقسمت ان هي تحترم نفسها وتجعل نفسها سعيده، ثم بدات المسائل تتطور الى درجه ان بعض الفتيات بداوا يعزموا بعض المداعي. وقد أشار تقرير إعلامي غربي إلى أن النساء يقمن بالتخطيط الكامل للحفل بما في ذلك دعوة الضيوف إلى المطعم وشراء فستان الزفاف وجلسة تصوير دون وجود العريس. يا حزن الحزن على رأي الفنان باسم سمرة في فيلم البيه رومانسي، يقول لك يا سواد السواد يا باروشدي أو يا شتات الشتات يا باروشدي. وقد سجلت الحكومة اليابانية في العام الماضي أدنى معدلات لحالات الزواج، شفتوا حضراتكم، مع زيادة معدلات الزواج من النفس بدأت معدلات الزواج الطبيعية تنكمش وتتضاءل، ده بيصعد ده بينخفض، إذ قام أقل من 500 ألف زوج بتوثيق العلاقات بتاعتهم. 500 ألف بالقياس إلى أرقام مضاعفة يعني حوالي 1,000,000 حالة زواج في اليابان. مع تصاعد الظاهرة الغريبة ديت بدأت معدلات الزواج تتناقص. النتيجة حضراتكم بدأ الزواج من النفس اللي ابتدعتها الفتيات اليابانيات تتصاعد بشكل كبير جدا. ويرى البعض أن هذا الاتجاه يلبي تفضيلات نمط الحياة للعزاب اليابانيين الذين لديهم أعباء عالية أقل ودخل متاح أكثر مما يسمح لهم بالتركيز على ترفيه حياتهم. طبعا الظاهرة دي بدأت تنتشر وبدأ العالم العربي يتوقف عندها. النتيجة حضراتكم بدأت تغزو المجتمعات العربية إلى درجة أن بعض المدونين وبعض صناع المحتوى يفكروا فيها، سواء إذا كان ترند بقى أو للفرقعة أو الكلام الفاضي ده كله. بدأت المسألة تنتشر، كسرت حدة الملل. النتيجة من الصدمة إلى الحالة الروتينية الطبيعية اللي بدأ الشباب يقبل عليها. الإشكالية هنا مش الظاهرة دي فقط لا غير، ولكن أيضا هناك ظواهر كارثية جدا بدأت تنتشر، وهي قلة الجواز والاكتفاء بالعلاقات العادية خارج نطاق الشرعية بسبب التقارب اللي بيحصل ما بين الشباب وما بين بعضهم. النتيجة كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ولذلك دائما ندق أجراس الخطر إن كل الأفكار القادمة عبر ثورة الإنترنت أفكار مش كلها متناسبة مع المجتمعات العربية، وبالتالي دايما بنقول يا حكومات المنطقة العربية احترسوا من الخطر القادم.